هو الآن في مشاهد جالس أمام التلفزيون اليوم ماسك الريموت يقول ملكية الفكرية، يهمني الموضوع، أقلب ما أقلب يهمه الموضوع. والله أنا أقول لهذا المشاهد قبل ما تقلب، أنا سأثبت له ولك عبد الله أن كل مواطن في المملكة عنده حق من حقوق الملكية الفكرية. كل مواطن؟ كل مواطن عنده إبداع، هذا الإبداع موجود اليوم ويحتاج أن يستثمره وينميه، وهو بحاجة أن يتعاون مع الملكية الفكرية لتوثيق إبداعه وأيضا لتنمية إبداعاته بشكل كامل. كل مواطن في المملكة عنده إبداع يستطيع أن يتبناه بشكل كامل. الملكية الفكرية باختصار هي عبارة عن ترجمة هذه الشرارة اللي تنبعث من العقل في أفكار معينة وتحويلها والتعبير عنها بناتج معين. هذه الشرارة عندما تعبر وتلتقط فيها صورة أو تعبر عنها بوثيقة أو تعبر عنها بكلام أو بشعر أو برسمة أو بلوحة أو بابتكار أو بنموذج صناعي، هذه كلها أنماط من الملكية الفكرية. جيب لي واحد في المملكة لا يمتلك صورة أخذها ويفتخر بها سواء في المكان أو الزمان اللي التقطت فيها الصورة. جيب لي واحد في المملكة ليس لديه إبداعات أدبية كتبها في مرحلة من مراحل حياته. جيب لي واحد في المملكة لا يملك على الأقل شيء من النثر اللي يرى أنه له أثره وقيمته في حياته، أو على الأقل سيرة مهنية يمكن أن تكتب وتوثق وتصبح بالتالي يستفيد منها الأجيال، إن لم تكن سيرة مقال يمكن الاستفادة منه وإثباته للأجيال. كل واحد ممن يشاهدني اليوم لديه ملكية فكرية، فهو إما مستخدم الملكية الفكرية أو أنه مستفيد من الملكية الفكرية بشكل من الأشكال. يمكن دوري أنا وياك اليوم أن نعظم قيمة الملكية الفكرية بشكل أنا أكبر. دوري أسأل أنا ما الله يحييك، أنا جاهز، أنا هنا عشان أجاوب. يعني الفكرة أنه الملكية الفكرية هاي تخص الشركات، تخص الكيانات، ما تخص الأفراد. يعني صحيح، احنا نقاوم هذا المفهوم، نقاوم هذا المفهوم بشدة، لأن أول ما بدأت الهيئة السعودية للملكية الفكرية كان يظن أن الهيئة موجهة للجامعات والمراكز البحثية، ما يتجه لها أصحاب براءة الاختراع. ثم بعدين ظهر أن الشركات والعلامات التجارية أيضا تستفيد من الملكية الفكرية، ثم بعدين تبين للناس أن حتى ملاك العلامات التجارية الكبرى على مستوى العالم هم أيضا المستفيدين للملكية الفكرية وسوق الملكية الفكرية. لكن لما فتحنا الباب على مصراعيه في موضوع حق المؤلف وإنتاجات حق المؤلف وإبداعات حق المؤلف، تبين أن كل واحد في المملكة عنده ملكية فكرية. عندما نمر على شاهب وليد اللي متعود يروح لطريق الأمير تركي وياخذ شاهي جمر من هناك، أحد الأشخاص اللي كان يبيع شاهي هذا اللي شاهي جمر شارع الأمير تركي، هذا شارع الأمير تركي رجل يبيع شاهي جمر. اليوم شاهب وليد بالملكية الفكرية، اليوم أبو وليد عنده علامة تجارية، أبو وليد يفكر في الامتياز التجاري، أبو وليد عنده الآن نمط بحيث أنه يحاول أن يسجل هذه العلامة على مستوى دول الخليج ويتوسع خارج دول الخليج وسجلها، نعم، ويملك العلامة، يريد أن يبني من هذه العلامة استثمار، مثل ما بدأ ستاربكس. بدأ ستاربكس باستثمار بسيط في محل صغير ثم نما وأصبح كوب القهوة اللي أشتريها أنا وياك 60% من القيمة اللي ندفعها قيمة ملكية فكرية، ليست قيمة القهوة الحقيقية. لكن يعني قيمة القهوة ذا اللي موجود أمامي وأمامك قيمته أكثر من نص، إذا عليه علامة تجارية طيب 60% قيمة الملكية الفكرية. قيمة الصنف النباتي اللي أدفع أنه يقيمته إذا جينا نشتري، لأنه يمتلك أصناف نباتية لا يمتلكها غيره. قيمة النموذج الصناعي، قيمة البراءات الاختراع في آلات التحميص وآلات الإنتاج وغيرها، قيمة العلامة التجارية اللي بنيت بشكل جيد، هذه كلها قيم تجمع وتدفع كقيمة غير ملموسة للملكية الفكرية. نريد أن نعظم هذه عند شاهب وليد. تعرف لطيفة الوعلان؟ لا. بنت ذكية جدا استفادت من نمو القهوة وقالت ليش ما يكون عندي أنا أيضا نمو ولكن في القهوة العربية، القهوة السعودية. صممت آلة وحصلت على براءة اختراع بحيث أنها تصنع القهوة السعودية عن طريق آلة، وأنت في غرفتك في الفندق عن طريق آلة. هذه الآلة الآن تباع في الأماكن وأصبحت تستثمر بشكل جيد، عندها خطوط من الإنتاج توظف عدد كبير جدا من السيدات من أجل خلطات القهوة. يعني الأفراد العاديين ممكن يفكرون ويسوون يعني يحفظون حقوقهم ويبتكرون أشياء بسيطة وأفكار. عشان كذا أقول لك هذه الشرارة اللي تنبعث في العقل أحيانا أنا في أحد شخصين، إما أن يأخذها وينميها ويستفيد منها أو أن يدفنها.
احنا نريد ان نحفز ما الذي يحمى وما الذي لا يحمى. كل ما تعبر عن من افكار يمكن حمايتها، لكن لا تجي تقول احمي الفكره. شو الفكره؟ الفكره لوحدها لا تحمى. يعني لو جيت انا قلت عندي فكره آلة قهوه ما سويتها بس عندي فكره ما اقدر اسجلها عندكم، لا تحمى هذه الفكره. لكنك مجرد ما تعبر عن الفكره بمنتج، هذا المنتج هو الناس يقولون الفكره تسرق. الافكار تستنسخ، نتوارد الافكار، ليس بالضروره ان الفكره اللي انت فكرت فيها ما فكر فيها احد غيرك، ولذلك دعوه سرقه الفكره ليست لها قيمه. وبالمناسبه لا توجد منظمه عالميه ولا حتى مكتب عالمي يوثق الافكار. يعني الفكره لا تسرق، المنتج هو اللي يسرق. يسرق هو المنتج، نعم. ولذلك هذه القصص النجاح احنا نريد ان ننميها الان، نريد نقول ان الافكار عندما تاتي وتترجم الى منتجات يجب ان تنمى بشكل جيد. وترى بالمناسبه كثير من الافكار والاختراعات احيانا تاتي للانسان تحت قدميه، لكن اما ان يستثمرها او ان يهملها.